بتاع الجامعه كلها 500 فدان. ده المخطط العام 500 فدان. دي مع الوزير هنا من ناحيه ارض الشباب من هنا عشان في شارع 50 متر هيقدم على الارض بتاعه الشباب، هيبقى فيه سكن عمراني هناك بالظبط. بحس ان هو يعمل ريل سيستم وجامعه جديده من البلاد تستخدم الجامعه دي كلها كامله بتتشكل بعد كده.